السلام عليكم، صلوا على رسول الله. في خاطري شيء ودي أقوله. تبغي تضعف، تبغي يكون جسمك رشيق، من واقع تجربة نحن مجربينها على شخص عندنا خلال 20 يوم الحين نزل 5 كيلو. ركز مع هذه التجربة. عندنا الشخص اللي جربنا عليه عنده مشاكل في الهضم، عنده مشاكل غازات، عند وزنه ما ينزل ابدا. رحنا عند دكتور وياه، قاعد عند الدكتور، كل اللي سأله قال له انت كيف تاكل؟ قال له عادي، لحم، دياي، عيش. قال لا، متى تاكل؟ ما اقول لك شو تاكل، اقول لك متى تاكل. قال اكل يعني الغداء ساعة 2-3، الريوق ساعة 9-10، العشاء ساعة 10-11-12 في الليل. قال لا غلط. قال له شو الصح؟ قال بعطيك برنامج تمشي عليه لمدة شهر إلى 45 يوم، شرط أنك تنزل من 5 إلى 10 كيلو. كيف البرنامج؟ قال المعدة، معدة الإنسان عنده توقيت معين للهضم، توقيتها من 6 الصبح لين 7، هذا وقت الهضم الصبح، ومن 12 لين 1 الظهر، ومن 6 لين 7 المغرب. أي توقيت ثاني المعدة ما تهضم، تجمع الأكل، يتم يتخمر، يتحول إلى سموم. وقت الهضم مثلا تريقت الساعة 8 الصبح، وقت الهضم الظهر تبدأ المعدة تهضم مال الصبح اللي هو مخمر ومتحول إلى سموم، وتعوزع على الجسم، والجسم يستوي في غازات، يتعب الكبد، يتعب. فهذه المشكلة. كل اللي عليك تاكل من 6 لين 7 الصبح ريوق بس، بينها لين الظهر ما تشرب، ما تاكل شيء، كل شرب يعني عصاير، قهوه، شاي، اعشاب بنواحها، ما عندك اي مشكله. الظهر تتغدى نفس الشيء من 12 لين 1، والعشاء من 6 لين 7، ورقادك بين 9 والـ10 تكون راقد انت، وتصحى الصبح بيكون جسمك متغير خلال 2-3 أسبوع. وفعلا اللي عندنا جسمه تغير، حياته تغيرت، بطنه تغير، الغازات اختفت من جسمه، نزل وزنه في اقل من 20-25 يوم، وهو شو نزل 5 كيلو من وزنه، والحين ماشي على نفس البرنامج، وإن شاء الله بينزل أكثر. يقول مرتاح نفسيا في نومي في كل شيء. فإذا كنت تبغي تضعف عليك تاكل في هذه الأوقات كل اللي تبغيه، ما عندك أي مشكلة، بس لا تاكل بينهم أي شيء، عشان جسمك الكبد وقت النوم تطلع السموم اللي فيها، وتاكل أنت وقت الهضم اوتوماتيكيا الجسم، يعني اذا اكلت في 6 الصبح 6 لين 7 هضم الجسم وارتاح من الاكل، ولا تحول لا لغازات ولا سموم. اتمنى كل يجرب هذه التجربه لانها فعلا مفيده، واتمنى الصحه والسلامه للجميع. تحياتي.